الخير واهلا بيكم. اسبوع جديد وكلمه اخيره. النهارده اليوم العالمي للسعاده، والحقيقه ان السعاده مفهومها اتغير جدا بعد الكورونا. السعاده ما بقتش بقى الحاجات الاساسيه اللي هي بقى ايه، الترقي، النجاح، الثروه، الحاجات دي كلها ما بقتش هي دي السعاده. السعاده بقت الامان والصحه والنجاح، حاجات صغيره جدا بقت مصدر للسعاده، حاجات احنا ما كناش متخيله، كنا شايفينها انها مسلمات في حياتنا. انك تخرج مش خايف، انك تقابل ناس من غير كمامه، انك تعرف تحضن اهلك، امك وابوك واصحابك من غير خوف، وولادك حتى من غير خوف. احنا بقينا بنخاف نحضن بعض، يعني بقى موضوع مرعب جدا. احنا بنخاف نحضن اهالينا ونحضن ولادنا عشان لا احنا ننقل لهم حاجه ولا هم ينقلوا، يعني موضوع خوفا عليهم. السعاده بقت الاحساس في الامان، عدم الخوف، الرعب اللي احنا عايشينه على اهالينا وعلى ولادنا. السعاده ما بقتش يعني الحاجات المهمه التقليديه اللي احنا كنا عارفينها، كله اتغير. الكورونا غيرت كل حاجه. سنه بعد الكورونا يعني لو سألت كل واحد فيكم هو ايه مصدر السعادة، هتلاقي احساسه اتغير جدا. حتى يعني السفر يا جماعة، ركوب الطيارة، انا بالنسبة لي ركوب الطيارة سعادة. ان انا اركب الطيارة بدون خوف ورعب سعادة، ان انا اقلع امشي في الشارع من غير ماسك سعادة، ان انا اركب العربية من غير ماسك سعادة، ان امشي كده في الهواء سعادة. يعني هي السعادة بقت حاجات صغيرة جدا، مفاهيم السعادة كلها اتغيرت. فاليوم العالمي للسعادة النهاردة بقى مختلف تماما عن اليوم العالمي للسعادة السنة اللي فاتت. النهاردة أخبارنا كتيرة، هنتكلم عن الجرعات الجديدة اللي وصلت مصر بمناسبة السعادة، يعني الجرعات الجديدة اللي وصلت مصر فجر اليوم من ساينوفارم الصيني، 300,000 جرعة جديدة، يعني 150,000 مواطن. نتمنى أنه هذه الجرعات تساهم في زيادة وتيرة التطعيم في مصر. والوزيرة وعدت في بيان النهاردة صدر من وزارة الصحة أنه في 250,000 مواطن هيتم تطعيمهم حتى نهاية هذا الشهر. نتمنى ذلك لأنه احنا ما كن يمكن الوتيرة ما كانتش بالسرعة اللي كنا بنتمناها. هنتكلم أيضا عن مبادرة التمويل العقاري اللي طرحها المركزي الأسبوع الماضي بتوجيه من السيد الرئيس، 100 مليار جنيه جديدة في التمويل العقاري ب3% فايدة. ولكن الكلام بقى عن الشروط، هل شروط هذه المبادرة من المتوقع أن تنشط السوق العقاري أم أنها بصراحة تحتاج لتعديل؟ هتلاحظ أن المبادرة دي بتتكلم أكتر عن محدودي الدخل وليس عن متوسطي الدخل. إحنا محتاجين مبادرة للشغل متوسطي الدخل، المليون جنيه دي لا تعالج فكرة متوسط الدخل على الإطلاق. في حلقتنا أيضا هنتكلم على الحدث اللي بينتظره العالم كله، موكب الملوك والملكات المصريات، المومياوات المصرية من عصر الفراعنة اللي هتنتقل في موكب عظيم ننتظره، العالم كله ينتظره، من متحف التحرير إلى متحف الحضارة. ايه تفاصيل هذا الموكب؟ هنحاول ان احنا نتعرف عليها. يلا نبتدي الحلقة. مصر استقبلت فجر اليوم 300,000 جرعة جديدة من لقاح ساينوفارم الصيني كهدية جديدة من الصين. حتى الآن وصلتنا جرعات من ساينوفارم 650,000 جرعة، اقسم على 2 يعني لو 150 و150، ادي حوالي 300,000 مواطن، 325,000 مواطن يتم تطعيمهم. لسه طبعا غير 50,000 جرعة من أسترازينيكا، لسه معدلات التطعيم
ما بتمشيش بالسرعة اللي احنا يعني نتمناها، ولكن دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تحدثت عن تخصيص، عن ان احنا في 250 ألف جرعة سيتم يعني تلقيحهم، او 250 ألف سيتم تلقيحهم سواء من الأطقم الطبية او المواطنين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري. 250 ألف يعني بنتكلم في 500 ألف جرعة، لأن احنا بنضرب في اتنين على طول، كل واحد محتاج جرعتين. كلنا حاسين بزيادة في حالات الكورونا حوالينا، وحالات الكورونا حوالينا ما بقتش كمان من الحالات الضعيفة، احنا بنشوف حالات متطورة، ما نعرفش بقى جالنا الفيروس المتحور ده ولا اي متحور. احنا فاتحين الطيران مع كل الدول، مع طيراننا مفتوح مع بريطانيا، مع جنوب افريقيا، وبالتالي ممكن قوي جدا يعني يكون المتحور ده وصل لنا، فما يعني بلاش نتخيل انه هي هو دور برد، لا، مستشفيات ابتدت تتملي تاني، احنا عارفين ان احنا امام موجه، من الواضح ان احنا يعني في موجه بتزداد، حتى لو الارقام الرسميه ضعيفه لكن احنا حاسين بزياده الاعداد. طيب معنا على الهاتف دكتوره نهى عاصم، مستشار وزاره الصحه للبحوث والتنميه الصحيه. دكتوره نهى مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا حضرتك. يعني الأرقام والناس كلها بتتكلم، إحنا ليه بنمشي بوتيرة مش سريعة زي ما كنا متوقعين في التطعيم؟ هو بالفعل موضوع التسجيل الفترة اللي فاتت يمكن الناس خدت وقت شوية علشان تبدأ تتم عملية التسجيل بطريقة صحيحة، ويمكن دي فرصة من خلال حضرتك نأكد على الناس إن إحنا محتاجين نسجل البيانات كاملة على الموقع علشان ترفلكت الواقع. يعني بدا يقابلنا مثلا قصه حد متقدم في السن وعنده كذا مرض مزمن، لما نيجي نشوف الوضع شكله ايه في التسجيل نلاقي مثلا ان هو سجل مرض واحد او ما سجلش امراض مزمنه خالص. ففرصه ااكد مع حضرتك ان احنا لازم نبقى مطمنين ان كل البيانات الطبيه بتاعتنا مكتوبه بطريقه مظبوطه، ولو في اي مشكله حصلت نقدر نتواصل عن طريق الخط الساخن لوزاره الصحه، هم يقدروا عن طريق التليفون يكملوا التسجيل ويكملوا البيانات الناقصة ريجاردنج الأمراض المزمنة. بأكد مع حضرتك النقطة دي. النقطة الثانية طبعا استعدادات التلقيح، احنا عندنا دلوقتي 40 مركز للتلقيح في المحافظات المختلفة تباعا، وزي ما حضرتك وضحتي معالي الوزيرة أكدت إن احنا حتى لسه كنا من كام ساعة يعني تتمنى معالي الوزيرة عشان تفاصيل اللوجيستكس دي، إن شاء الله بيبقى عنده في نهاية شهر مارس يكون تم تلقيح 250 ألف مواطن من ذوي الاولويه اللي هم بنتكلم عن الفئات المعرضه اكثر للمشاكل او للاصابه سواء من الاطقم الطبيه او متقدمي السن او اصحاب الامراض المزمنه المختلفه. هل 40 مركز دول كفايه دكتوره نهى؟ يعني يمكن محتاجين نزود المراكز علشان نزود اللقاحات، يعني فين فين الباتل نك؟ فين المشكله؟ قولي لي اتفضلي. بالفعل النهارده في بعض المحافظات بالذات من المحافظات اللي عليها الطلب، يعني احنا بنتكلم هي الطلب على التلقيح او الويتنج تايم بمقارنه المحافظات المختلفه، في بعض المحافظات بالفعل النهارده معالي الوزيره وجهت ان يزيد عدد مراكز التلقيح فيها والتجهيز. عايزه اقول لحضرتك ان موضوع تجهيز مراكز اللقاح بيبقى يعني من الحاجات اللي يعني بيبقى فيها حرص من الوزاره انه اللي اوت بتاع المكان ما يديش فرصه لاي طبعا نقل العدوى، الاجراءات والفلو بتاع العيان دي او الشخص اللي محتاج ان هو يطعم. في تفاصيل كتير في تجهيز الاماكن، وده تباعا حسب زي ما قلنا الطلب او الضغط على المحافظات المختلفه. بدا يبقى في توجيه باعاده فعلا بزياده الاعداد. طيب زياده اعداد المراكز يعني؟ بالظبط كده. طيب ايه المحافظات الاكثر طلبا للتلقيح؟ القاهره والجيزه. القاهره والجيزه اكثر اهتماما بفكره التلقيح. طب انا عايزه برضو ابعت لك شكوى انه هي مساله اعداد برضو في مع حضرتك البوبيوليشن دنسي او اعداد المواطنين طبعا في القاهره والجيزه من اكثر الاماكن عددا يعني. طيب منطقه الشيخ زايد برضو الناس بتشتكي انه ما فيش تلقيح تقريبا فيها، وان الناس بتضطر تروح لمكان بعيد مش عارفه على طريق الفيوم، او بيضطروا يروحوا مصر الجديده، يعني ما فيش منطقه في 6 اكتوبر والشيخ زايد.
هو القاهرة والجيزة بالفعل من الأماكن اللي واجهنا الوزير النهاردة بإن إحنا نزود أعداد أماكن التنصيح فيها تلبية لاحتياجات المواطنين أو لطلبات يعني المواطنين، علشان الأماكن بعض الأماكن وعشان الفلو نفسه الأعداد يعني. يعني هل عندنا رقم إحنا بنطعم كام واحد في اليوم تقريباً؟ يعني أنا ما أقدرش أقول لحضرتك رقم يعني ثابت، بس هو أون أفريج من 1000 ل 2000. الفترة الجاية طبعاً متوقع هتتضاعف الأعداد دي، لأنه تاني مش معنى إن في نص مليون شخص سجل التلقيح في الفترة دي إن النص مليون هم دول الأولى، أو إن إحنا نعمل إن هم يتم تلقيحهم في البداية من ضمن ال 100 مليون. شوف، عشان كده فرصة تاني من خلال حضرتك ان احنا نشجع الناس المستحقه فعلا، اللي هي احنا محتاجين نطعمها الاول، ان هم يعني يقرروا ان هم اللي يسجلوا في المواقع. ولو في اي صعوبه دلوقتي بقى في تسهيل عن طريق الهوت لاين، عن طريق اقرب مركز صحه يقدر ان هو يسجل لنا بياناتنا كامله. طيب احنا عندنا برضو قدامنا حالات اعمار متقدمه 80 وسبعينات متقدمه، حتى لو ما عندهمش امراض مزمنه، يعني عندهم الامراض العاديه اللي هي ضغط وسكر، الامراض العاديه وربنا يديهم الصحه، ليه دول ما بنطعمهمش في البدايه؟ يعني احنا اتفضلي. يعني من دول اولويه بالطبع، بس خليني اقول لك الكذا مثال اللي قابلني الفتره اللي فاتت، بيكون في مشكله في التسجيل نفسه. يعني حد مثلا ما حطش ان في امراض مزمنه مصاحبه، حد سجل وما كملش عمليه التسجيل، ما جاتلوش، ما اطمنش ان هو خلص، بيجي لك المفروض في فيريفيكيشن كود بيتبعت على الموبايل. فانا تاني باكد على النقطه دي، ولو في قلق او عايزين نتاكد غير زياده النقطه نقدر كمان نتوجه لاقرب مكتب صحه او نكلم الهوت لاين. طيب احنا هنا بنقول ان احنا لسه مستمرين في سياسه انه الساينوفارم ليه هنديه اكتر لكبار السن، واسترازينيكا مش هنديه لاكتر من 65 سنه؟ الحقيقه واحنا بنراجع في هيئه الدواء بقى كلجان من الجهات المختلفه، واحنا بنراجع اوراق استرازينيكا، الاوراق اللي كانت متقدمه رسميا من الشركه، وده طبعا من الامانه ومن بدقة، ومن الحاجات اللي انا يعني اشيد بيها الحقيقه باسترازينيكا انه كل تفصيله تبقى مكتوبه في التقارير. وكان في كومنت من الشركه نفسها على انه الابحاث الاكلينيكيه في المرحله الثالثه ما كانوش ساعتها انكلودنج ناس فوق 65 سنه، فكان هم شايفين ان ده يعني لا يحبذ ان احنا نبدا بالفئه العمريه دي. ولكن في خلال الفتره اللي فاتت بعد اليولت او الترخيص الاستخدام المعجل اللي اتاخد كذا دوله، وبدا تلقيح ملايين باللقاح ده، بدأ بالفعل يبقى فيه تلقيح لأعمار متقدمة فوق 65 سنة، ولم يكن الحقيقة ملاحظة أي مشاكل صحية نقدر نقول إن هي تخلينا نمنع يعني وصول الأسترازينيكا للشخص. فالحقيقة الموضوع يعني ما هوش بالظبط يعني هو شورت لاين، يمكن بس بعض الناس اللي عندها أمراض مناعية معينة أو تاخد تغيير المناعة، طبعا لا يفضل إنها تاخد أكثر أسترازينيكا، يفضل إنها تاخد سينوفارم. طيب الناس اللي بتاخد استرازينيكا بتقلق لانه بيحصل لها سايد افكتس وتفاعل بسخونه نص درجه، تكسير في العظم، الناس دي نقول لها ايه يا دكتوره؟ انا شايفه انه ده الحقيقه يدعو بالعكس، يعني يدعو ان احنا نطمن ان في تفاعل مناعي خاصه في الجسم. كل الحاجات دي متوقعه، زي ما بنشوف اولادنا حتى واحنا بنطعم التطعيمات الاجباريه العاديه في جدول التطعيمات للاطفال، بنشوف الطفل بيسخن، بنشوف فيه ممكن يبقى فيه وجع شويه في مكان الحقن. فانا شايفه ان دي جود تايم، مش حاجه تقلق. والى الان انا بتكلم على مثلا في حدود مصر المجموعه للطعام، طبعا برضو فرصه تسمحي لي من خلال حضرتك اكد على نقطه دورنا كلنا كمواطنين بنطعم، ان لو في اي اثار جانبيه غير متوقعه او حاجه احنا محتاجين يعني نحط اللينك كده في كارت التطعيم للمتابعه. ده دور بقى انا كمواطن، من الاول احنا تعودنا من اول الجائحه احنا في ادوار مشتركه بين المواطنين، بين الانظمه المختلفه وبين النظام الصحي. طيب فالى الان لم يتم رد اي او لم يتم الابلاغ عن اي اثار جانبيه خطيره متعلقه باسترازينيكا. طيب دكتورة أيضا في ناس بيجي لها كورونا بتصاب بالكورونا بعد التطعيم الأول، فدول برضو نقول لهم إيه؟ لأنه في بالذات ساينوفارم في ناس إحنا عارفين أن 3 أسابيع اللي ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية مهمين جدا، لأنه بتبقى المناعة
اكثر انخفاضا، لكن يعني في ناس بيجيلها كورونا وبتصاب بالكورونا بين الجرعتين. النقطة دي التطعيمات على فكرة مظلومة فيها جدا، لأنه هي مش هو أنا بعد ما أخذت الجرعة الأولى للأسف في بعض الناس بتفتكر نفسها كده خلاص بدأت إيه تطعم، بدأت تتهاون في إجراءاتها الوقائية، وإحنا لسه في وباء، كلنا معرضين على فكرة. يعني أنا لو جيت أسأل أي حد، يعني حضرتك سألتيني أنت عندك كورونا ولا لأ، ما أقدرش أجزم على فكرة، لأنه وارد إن أنا أكون حامل المرض، وارد إن أنا أكون في مرحلة حضانة، وارد إن أنا ما يكونش عندي أعراض خالص، إحنا في مرحلة وباء كلنا معرض له. فالنقطة دي الحقيقة التطعيمات مظلومة فيها، الناس اللي عندها تفاصيل حضانة وظهر عليهم المرض بعد التطعيم ده ملوش علاقة تماما بالتطعيم. واحنا قلنا حتى في الأرقام ده كمان بتكلم على مرحلة احنا لسه في أول جرعة، فما بال حضرتك بعد ثاني جرعة كمان. أنا اللي يهمني إني أفضل ملتزم بالإجراءات الوقائية العامة طول الفترة اللي هي من بين الجرعتين لغاية بعد الجرعة الثانية بأسبوعين ثلاثة، الفترة دي أنا لسه كده مش مطعم. يعني أنا مش متطعم حتى بعد الجرعة الثانية بأسبوعين ثلاثة، هو 21 يوم تقريبا لساينوفارم الثاني أسترازينيكا، عشان الفرق بين الجرعتين 3 أشهر، يبقى الوضع إيه؟ أسترازينيكا ريبورتد من الشركة إنه بعد الجرعة الأولى المناعة بتزيد تدريجيا وبتوصل للإفيكاسي 75%، بعد الجرعة 75%، يعني لو 100 واحد متطعم 95 منهم بروتكتد من كورونا، ان هو يجي له كورونا بعد الجرعه الثانيه 95%. طيب دكتوره، احنا الوضع الوبائي عندنا ايه؟ لانه يعني يمكن الارقام ما بتتكلمش على ارقام كبيره، لكن احنا حاسين بالكورونا حوالينا، يعني ممكن الارقام الرسميه اللي هي بيتم ابلاغها للمستشفيات او غيره مش كبيره، احنا بقى حاسين حوالينا. هي الارقام دي خلينا اقول انديكيتور او شريحه معينه من المجموعه اللي توجهت لوزاره الصحه وتم تاكيد تشخيصها بالسي سي ار. طبعا مقابل ده في اعداد اكثر بره، فانا كانديكيتور خاص بوزاره الصحه فعلا الاعداد خلال الشهر اللي فات مش بتنزل، وده على فكره عكس توقعاتنا. يعني المفروض التوقعات لو كنا استمرينا على نفس اسلوب حياتنا كمواطنين الكيرف كان هينزل اسرع من كده بكتير. فده انا شايفه ان هو مؤشر لان في تراخي الحقيقه كبير مننا كلنا، اعتدنا الريسك، بدأنا. يعني انا نفسي كده حضرتك تعملي كل مره على البرنامج تقولي يعني ليه الناس مش بتلبس الكمامه؟ يعني حقيقي محتاجين نعرف يعني احساس الامان ده جه منين؟ يعني احنا لسه في وباء. ما هو احساس الامان يمكن جاي من الارقام، انه 600 مثلا مصابين في اليوم، فبيعتبروا ان ده رقم قليل، احنا كنا وصلنا لارقام اكبر من كده بكتير، ففي كده احساس انه ايه 600 ده مش رقم كبير. الحقيقه 600 احنا بنؤكد 600 ده المجموعه من المواطنين اللي توجهوا لوزاره الصحه وعملوا مسحه علشان يتاكدوا انهم هاجرين، لكن غير دول في مجموعات كتير شايفين وسط اهالينا وقرايبنا واصدقائنا بتتشخص، مش محتاجه تتوجه دلوقتي يعني تقدر تتشخص وتفضل في البيت، مش لازم تعمل بي سي ار، حتى لو توجهت للنظام الصحي لوزاره الصحه ما بنوصلش لمنطقه البي سي ار، بنقدر نتشخص كلينيكيا عن طريق السي سي وعن طريق المعامل. فانا شايفه انه يعني احنا مش بناكد، ان احنا اللي بنقدر ناكده ان الانديكيتور بتاعنا بيقول ان الارقام ثابته، اضعاف ال 600 اللي موجوده في المجتمع دي ثابته يوم بعد يوم. ده معناه ان كل واحد مريض بكورونا او حامل لمرض كورونا بيعدي شخص اخر، فالارقام ما بتقلش. طيب دكتوره، كل الدول دلوقتي بتتكلم على امتى حوصل الى تطعيم 50-70% من الشعب من المواطنين علشان اقدر اعمل الهيرد اميونيتي او المناعه القطيع، والدول بقت بتتقسم الدول التي تطعم والدول التي لا تطعم، احنا عندنا انديكيتور امتى هنقدر نطعم 50% من المصريين؟ طيب خليني اقول لحضرتك، احنا من منذ البدايه الحقيقه احنا ماشيين بالتوازي مع جميع الشركات، ده بالاضافه طبعا للكوفاكس فاسيلتي اللي خاصه بنظام الصحه اللي هتوفر لنا بالفعل 5 مليون جرعه بنهايه الشهر اللي حاجة. المفروض ان الاتفاقات او مجموع الاعداد التطعيمات الخاصه بالاتفاقات دي كلها 100 مليون جرعه. فالمفروض انه الدور بتاع الاتفاقات خلص، فاضل الدور بتاع سلبيه بقى الاحتياجات.
ده بالاضافه طبعا ان احنا من داخل مصر بقى في ابحاث دلوقتي كلينيكيه علشان نواكب الاحتياجات، لانه كوفيد مش بس للسيزون ده، احنا لسه يعني مكملين شويه وتحسبا، ويعني كنوع من انواع نقول يعني مشاركه في التنميه وفي العلم وفي الابحاث. احنا عندنا في كذا لاين دلوقتي في مصر، جهات بحثيه طبعا على راسها الناشونال ريسيرش سنتر، المركز القومي للابحاث، بتصنيع ان احنا ماشيين في مراحل اكلينيكيه علشان ابحاث لتصنيع لقاح محليه. طبعا ده بالاضافه لسنه شركات اخرى عالميه في الصين وفي الهند ان احنا نقدر نصنع لقاح محليا. فكل ده احنا ماشيين فيه بالتوازي، بس هو الدور ما بيبقاش على الدوله فقط، شايفه الطلب بيبقى يعني في تشالنج شويه بين الانتاج وبين الطلب. فطبعا النقطه دي ما اقدرش اقول ان هي يعني هي تشالنج حقيقي يعني او تحدي في النقطه. بشكرك دكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية. إذن إحنا لسه في وباء، الأرقام اللي معانا دي اللي هي 600 دي مش الأرقام الواقعية، دي أرقام اللي بتروح وزارة الصحة، دي أرقام دقيقة لأنها بتروح لوزارة الصحة، ولكن إحنا حوالينا ناس كتيرة ما بتعملش مساحات، بنعرف من تحليل الدم بيبقى عندهم كورونا وبنعرف إحنا حوالينا ناس كتير، فاضرب الرقم ده في أرقام كتيرة جدا. دي أول حاجة. تاني حاجة طبعا محتاجين ان احنا يعني نتمنى ان الفترة الجاية مع توافر اللقاحات يتم دعم سرعة التطعيم. سجلوا، احنا محتاجين كل كبار السن، كل اصحاب الامراض المزمنة ان هم يسجلوا على الموقع، وخليك دقيق في التسجيل. وانا اتمنى ان احنا نفتح استيراد اللقاحات للقطاع الخاص الحقيقة يعني، وده كلام لازم يتقال. ماشي احنا الدولة بتقوم بجهد كبير، ولكن عشان التعاقدات اللي جاي من كوفيكس الكلام ده كله، ولكن طب ما نفتح للقطاع الخاص، نفتح للناس، للقطاع الخاص كله في اجزاء عايزة تدفع فلوس، في ناس عايزة تدفع فلوس وتاخد الفاكسين، في شركات عايزة تطعم عمالها، عايزة تطعم موظفينها. طيب ما نفتح ده للقطاع الخاص ونعمل اتفاقيات عن طريق أي برضو هيئة الدواء، أي جهاز من أجهزة الدولة، والقطاع الخاص يستورد. إحنا محتاجين يكون في أزرع أخرى علشان نقدر نوسع شريحة التطعيم. لو إحنا مشينا بالأرقام دي، 50-70% دول هيطعموا إمتى؟ هياخدوا وقت طويل. ما أقدرش يعني أسند على الدولة في كل ده، محتاجين إن إحنا نفتح التطعيم زي أي تطعيم تاني بيبقى موجود للقطاع الخاص. أوروبا أمريكا خلاص اللي هيبقى موجود في السي في اس، اللقاح هيبقى موجود في الصيدليات، خلاص الدول كتيرة ابتدت تجيبه من عن طريق القطاع الخاص. محتاجين زي ما فتحنا البي سي آر كده، الأول كان في أزمة في إجراء المساحات، اتفتحت المساحات للقطاع الخاص، محتاجين نفتح بقى الأبواب للقطاع الخاص أيضا، إن هو بدل ما أروح أنا المعامل المركزية وأعمل بي سي آر وأعمل مسحة، ما أنا بروح القطاع الخاص، في ناس بتقدر ده وناس تقدر ده، خلي افتح الدنيا للمجتمع كله، القادر يدفع عن غير القادر، القادر يدفع بفلوس ليه القادر ياخده ببلاش، افتحوه للقطاع الخاص عشان نقدر ان احنا يستوردوه ويبقى فيه زيادة في التطعيم. فكل ده الحقيقة مهم، ومحتاجين كمان الناس تهتم بقصة التطعيم، لانه زي ما قلت لكم العالم سيقسم الى فسطاطين، الدول اللي بتطعم ناسها والدول اللي ما بتطعمش ناسها، مش عايزين نكون من الدول الاخرى. طيب خلونا نذهب إلى سد النهضة، وفي سد النهضة ردود الأفعال مستمرة، أثيوبيا عند نفس الخندق ترفض التفاوض الرباعي وبتقول لا أنا ماشية في طريقي، والملء الثاني هيكون في يوليو 13.5 مليار متر مكعب. مصر والسودان مستمرين في الرفض، والبداية التفاوض يعني يبتدي، بنكلم بقى أوروبا، بنكلم أمريكا، بنكلم الدول الأخرى الضغط على إثيوبيا عشان نقدر ان احنا عايزين التفاوض الرباعي، عايزين يكون في جهات اخرى غير الاتحاد الافريقي. دكتور مصطفى مدبولي في اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة الخميس الماضي
اتكلم على انه مصر اتخذت اجراءات احترازيه لمع اقتراب الملء الثاني للسد، وانه اثيوبيا ما زالت عند موقفها من التعنت. وزاره الخارجيه ايضا اصدرت بيانات تتحدث عن رفضها للاعتزام الاثيوبي للملء الاحادي في يوليو المقبل. السودان اعلنت اتخاذ اجراءات وقائيه. خلاص يا جماعة احنا امام امر واقع، خلال 4 أشهر او اقل اتخاذ اجراءات وقائية من اجل التعامل مع ملء سد النهضة. السودان بتتخذ اجراءات وقائية، مصر بتتخذ اجراءات وقائية لها علاقة بالري، لها علاقة بتحلية المياه. معي على الهاتف دكتور محمد ناصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الاسبق. دكتور، اين نحن الان؟ والله اللي بالنسبة للاجراءات الوقائية دي، يعني دي جزئية عشان تقدر تعالج أي نتائج أو آثار سلبية للملء الثاني لسد النهضة، ولكن مش هي دي المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية إن أثيوبيا ملت المرحلة الأولى وهتملي المرحلة الثانية بدون وصول لأي اتفاق ما بين مصر والسودان حول قواعد التشغيل والتخزين، اللي هي الأساس المتفق عليه في إعلان المبادئ، على اساس ان ده شرط الموافقه المصريه السودانيه على السد. فالنهارده اثيوبيا بتعمل كل حاجه وبتفرض الاجنده بتاعتها بدون اي ضمانات لمصر والسودان بعدم الادراج. عدم الادراج ازاي؟ اللي احنا بنتفق على قواعد الملء والتشغيل لغايه دلوقتي ما اتفقناش عليها. والحقيقه اثيوبيا بتاكد هذا، بتقول لا، ده احنا مش حكايه عدم ادراج سد، احنا لازم ناخد حصه. النهارده اصبح ان كميه المنصرف من السد اثيوبيا هتخصم منه حصه، ومفيش حتى اتفاق بيننا وبينها ايه هي الحصه. فاصبح الامر الحقيقه في منتهى الخطوره، هو هل نسمح لاثيوبيا انها تنفذ اجندتها بالكامل من بناء السد، ولا هنقدر نتفاوض ونصل لاتفاق هنعمل ايه قواعد التشغيل وهنعمل ايه قواعد التخزين، سواء سواد الكفافه او السيارات المطيره او او او، وكل ده ما اتفقناش عليه. فهي الخطوره كلها ان اثيوبيا بعد الملء الثاني خلاص يبقى هي تفرض شروطها بعد كده على مصر والسودان، وليس هيبقى تفاوض. احنا قدامنا اقل من 4 أشهر، يعني لو بنتكلم على موسم الفيضان القادم ده بيبدا في يوليو. بالظبط بالظبط. طيب يا فندم، هو النهارده الحقيقه هو بناء الجزء الاوسط وتعليته لحجز كميه المياه بتاعت الملء الثاني. لغايه النهارده حسب معلوماتي انا يعني لم يبدا البناء، يعني في تجهيزات ولكن لم يبدا البناء. المفروض ان بدايه البناء ده اعتداء على الامن القومي المصري السوداني. يعني النهارده خلاص اصبحت ان اثيوبيا عملت سد وبعدين بيقولوا لكم تعالى يا مصر والسودان عشان نقول لكم الشروط ايه، خلصت خلاص. طيب، ما هو من الواضح ان اثيوبيا كمان رافضه التفاوض الرباعي، يعني رافضه ان يكون هناك الاطراف الاربعه، فكره الاتحاد الاوروبي وامريكا والامم المتحده والولايات والاتحاد الافريقي، يعني هي رافضه ده خلاص. هي قالت لك انا ماشيه في سكتي، وواضح انها الطرف الاقوى الحقيقه في هذا النزاع. هو السؤال دلوقتي يعني ما هو التاثير علينا في مصر؟ يعني 13.5 مليار متر مكعب، مع بقى تقسيمها لحد ما توصل عندنا، تأثيرها على الأمن المائي إيه دكتور علام؟ لا، هو التخزين المرحلة الثانية نقدر مصر تستوعبه وبدون أتعاب، يعني بدون ما يحصل فيه مشاكل كبيرة في ميزان الماء المصري. إنما المشكلة بعد كده، المشكلة إن في تخزين ثالث وتخزين رابع وتخزين خامس وبعدين تخزين دائم. فدي بداية المشاكل. لكن تأثيرها المائي على مصر، يعني مخزون السد العالي يقدر يستوعبه وما بقاش مشكله، لكن مش هي دي المشكله الاساسيه الحقيقه. المشكله الاساسيه ان احنا لو سيبنا اثيوبيا تعمل اللي هي عايزاه كده، من الصعب جدا ان احنا نقدر يعني نطالب بضمانات للامن المائي المصري. لان اثيوبيا بتعلن صراحه ان احنا هناخد حصه مائيه. يعني مش لينا احنا بس، يعني المجتمع الدولي ككل. فهو ده المشكله الواضحه يعني. طب ايه البدائل؟ ما احنا دايما بنسال ايه البدائل؟ والله يعني زي ما قالت الدولة المصرية وزي ما قالت الدولة السودانية، ده تهديد للأمن القومي المصري بسهولة خالص. لما يقل عندك 10 مليار متر مكعب مية مثلا سنويا، هيحصل ايه؟ هيحصل دمار، يعني سواء أرض زراعية أو مياه شرب أو مياه صناعة، هيحصل في تغيير تام للمخارج من على الشبكة، هيحصل فيه مشاكل كبيرة جدا.
فالنهارده هو ده الامن القومي اللي احنا بنمثله، يعني معناها خروج ناس كتيره جدا من الانتاج، خروج ناس كتيره من التعمير، خروج ناس كتيره، هتبقى مشاكل كبيره جدا وبدون تخطيط وبدون تنسيق. يعني دوله بتعمل اللي هي عايزاه وانت هتلاقي نفسك قدام النتائج، فده المفروض الحقيقه في منتهى الخطوره. هو المجتمع الدولي المفروض ما يسمحش بكده ولكن بيسمح، ومصر والسودان الحقيقه الموقف خطير للغايه، وهيبقى على السودان كمان اخطر من ناحيه الامان. يعني ممكن قوي اي خطا في تشغيل سد النهضه ممكن ياثر على امن السودان ولايه النيل الازرق وعلى الخرطوم تاثير كبير جدا. ده بالاضافه، وده مهم جدا برضو الحقيقه، ان التنسيق في قواعد التشغيل. يعني اثيوبيا حره تفعل ما تريد، السد حست ان هو عليه مخاطر الناحيه الانشائيه مش مضمونه قوي، تقدر تطلع كميات ميه كبيره جدا عشان تحافظ على امان السد. ده في الحال دوت السودان هيتدمر. فالامر الحقيقه يعني خطر على السودان وخطر على مصر، سواء كان على المدى القريب او المدى البعيد، ودوله الحقيقه لا تعير للعالم كله اي انتباه او اي اهتمام بما يريده. يعني طب ارجو ان تبقى معي دكتور نصر، انا معي من الخرطوم الكاتب الصحفي استاذ شوقي عبد العظيم. استاذ شوقي، يعني من الواضح اننا امام امر واقع، فهل بدات السودان او بدا السودان في التحرك للاجراءات الوقائيه زي ما شفنا من المؤتمر الصحفي لوزير الكهرباء مثلا؟ الو، ايوه سامعاك حضرتك. انا للاسف ما سمعت نهايه السؤال. سؤالي يعني لا. من الواضح اننا امام امر واقع، مصر والسودان أما امام امر واقع، فهل بدات السودان الاجراءات الاحترازيه؟ وشاهدنا النهارده كان في مؤتمر للسيد وزير الكهرباء. نعم، السودان هو الان للاسف الشديد لا يستطيع ان يفعل اي شيء امام التعنت الاثيوبي حتى الان، اذا اصرت اثيوبيا على الملء. ولكن المحك الاساسي والاختبار الاساسي هو للمجتمع الدولي، للذين اقترح السودان ان يشتركوا في هذه المفاوضات بعد ان اتضح ان الاتحاد الافريقي ليس كافيا وليس لديه كلمه حاسمه بالنسبه لاثيوبيا. السودان ليس لديه خيارات كثيره غير ان يلجا للمجتمع الدولي، يلجا لمجلس الامن، للامم المتحده، للاتحاد الاوروبي، للولايات المتحده الامريكيه. ليس لا توجد لديه حلول او ان يخوض حرب مباشره مع اثيوبيا في هذا الامر. ومؤخرا سمعنا الحديث الذي ادلى به رئيس مجلس السياده الفريق الاول عبد الفتاح البرهان عندما قال انه لا تفاوض مع اثيوبيا مطلقا فيما يتعلق بالحدود، واثيوبيا تخلط بين الملفين. فالسودان الان يهيئ نفسه للحرب ان تعنتت اثيوبيا واصرت على هذه المواقف، وكما ذكرت لك يضع المجتمع الدولي امام امتحان اخير وامتحان صعب في ان يلجم هذا التعنت الاثيوبي الذي يعرض السودان وربما مصر للخطر. يهيئ نفسه للحرب بخصوص الحدود ام بخصوص السد؟ يعني ايهما ولا الاثنين مع بعض؟ هناك ربط شديد بين الملفين، رغم ان اثيوبيا تحاول ان تقول ان هذا الامر مختلف عن ذلك، ولكن من الواضح جدا ان الملفات مرتبطه مع بعض ارتباط عضوي. الان اثيوبيا تحاول ان تكسب جوله السد على حساب الحدود، هي تقول انها لا تتفاوض ولن تتعامل مع السودان الا ان تعود الجيوش على ما كانت عليه قبل تقدمها في الحدود السودانيه الاثيوبيه، وهذا امر مؤكد سيؤثر على مفاوضات السد. لذلك السودان الان سيتجه اتجاه مباشر للتعامل مع الملفات بصوره كليه، واثيوبيا الان هي ترفع سقف التحدي. السودان اتجه مباشره لاشراك الاتحاد الاوروبي واشراك الامم المتحده وامريكا في هذه المفاوضات كخيار اخير، ثم سيواجه مشكلته بنفسه باساليب اخرى. ولكن ان تمضي اثيوبيا هكذا حتى النهايه هذا امر واضح انه مستحيل، يجب ان يكون هنالك اتفاق قانوني ملزم حتى لا تتاثر المنشات المائيه في السودان، لا تتاثر الحياه في السودان. وهو ده سؤالي علشان برضو الناس تفهم اكتر. ان التاثير دايما نتكلم ان التاثير على السودان خطير جدا، وده اللي كان بيقوله وزير الموارد المائيه الاسبق دكتور نصر علام منذ قليل، التاثير على السودان. اشرح للناس يا ريت استاذ شوقي عن التاثير على السودان. نعم، يعني هو التاثير اولا مناسيب السد، مناسيب النيل تتاثر بشكل كبير جدا بسد النهضه،
والسودان هنالك حوالي 20 مليون يعتمدوا على يعيشوا على ضفاف النيل، النيل الازرق والنيل العظيم، وكل هذا يتاثر به الفيضانات ومساله الجروف الزراعه حول السدود، وربما تمتد الخطوره الى سد الروسيرس الذي يبعد حوالي 15 كيلو من سد النهضه، وجسم السد نفسه يمكن ان يتاثر لان سد النهضه يعادل 3 أضعاف سد الروسيرس او اكثر، فكميه المياه التي يمكن ان تخرج من سد النهضه ربما تؤثر على سد الروسيرس، تؤثر على حتى على جسم السد، فلذلك هذه كلها مخاطر. رغم ان السد لديه فوائد للسودان، ولكن حال لم تلتزم اثيوبيا بالتشغيل واشراك السودان في التشغيل تكون كل هذه المخاطر تصل لدرجه الكارثه اذا تاثر السد الروسيرس، جسم السد تاثر بتدفق كميات كبيره من المياه لا تحتمل بحيره سد الروسيرس. طب توقعاتك توقعاتك استاذ شوقي، يعني احنا امام اقل من 4 أشهر على موسم الفيضان، والاثيوبيا مستمره في موقفها، توقعاتك ايه؟ الان توقعات كلها ان يتدخل تتحرك المجتمع الدولي بطريقه مختلفه عما كانت عليه. مصر والسودان استنفذوا كل الطرق التفاوضيه وكل طرق الحوار مع اثيوبيا، جلسوا في جلسات مطولة بأشكال مختلفة لمدة 9 سنوات، المفاوضات المكثفة كانت في الفترة الأخيرة، أثيوبيا تغيرت عن التوقيع بالأحرف الأولى في أمريكا، أثيوبيا لا تريد أن تصل إلى أي اتفاق قانوني ملزم، وهذا أصبح جلي وواضح جدا للناس، فالآن المجتمع الدولي هو الآن الكرة في ملعبه، وهو في امتحان واختبار حقيقي تجاه قدرته وفعاليته في هذه المسألة، أن يلزم أثيوبيا يرغم بأنها تلتزم بالقانون الدولي في تقاسم المياه في هذه مثل هذه الحالات، يلزمها بان تدير مياه السد بحيث لا تتضرر مصالح السودان ولا تتضرر مصالح مصر. ان فشل المجتمع الدولي اعتقد ستكون خساره كبيره جدا ان يخوض السودان حرب، مصر والسودان معركتهم وحيدين بعيدا عن المجتمع الدولي، لان الاتحاد الافريقي من الواضح انه ليس لديه تاثير كبير على اثيوبيا. بشكرك كاتب الصحفي شوقي عبد العظيم من الخرطوم. دكتور نصر علام، تريد ان تعلق على ما قاله الزميل من الخرطوم؟ لا والله انا اتفق معه قلبا وقالبا، والحقيقه الاخير احب اقول ان احنا يعني مشكله استراتيجيه كبرى، هيكون في ردود افعال، ولكن الكلام الكثير في هذه المرحله يعني قد يضيع الجهد والوقت. احنا شايف الخارجيه المصريه والرئاسه المصريه ورئاسه الوزراء المصريه بتحاول انها توضح حجم المشكله الكبرى اللي طالع فيها مصر والسودان، وبتشوف المجتمع الدولي يقوم بدوره وكافيه القيام بذلك في تنسيق كامل مع السودان. وانا شايف الحقيقه ان احنا نثق في القياده المصريه، لان الاسابيع القليله القادمه هتحمل كثير من المفاجات. يعني خلينا ان شاء الله نكون خير، يعني نتابع ما يحدث. انا بشكرك دكتور محمد ناصر الدين علام، وزير الموارد المائيه والري الاسبق. الحقيقه انه يعني قضيه شديده الاهميه بالنسبه للمصريين، وقضيه فيها عمل دبلوماسي وعمل سياسي كبير. العالم كله بينتظر حدث مهم، حدث أثري مهم، والحقيقة إن كل حاجة تتعلق بالفراعنة وبهذا العصر هو يعني شيء مبهر بالنسبة للعالم، بالنسبة لنا كمصريين طبعا، بس احنا يمكن مش زي الأجانب. الأجانب بينبهروا بكل ما يتعلق بأثرنا الفرعونية، لكن طبعا الحقيقة إن احنا بنقدر هذه الحضارة التي أتينا منها، والعالم كله بينتظر انطلاق موكب المومياوات الملكية إلى موقعها الجديد، سواء من طبعا المتحف، تتحرك من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي متحف الحضارة بالفسطاط يوم 3 إبريل المقبل. خلونا نشوف هذه اللقطات للإعلان عن هذا الموكب العظيم اللي أكيد فيه يعني تفاصيل كتيرة، وهنشوف هيجوب فين وهيروح فين. الحقيقة احنا بقالنا كتير منتظرين، يمكن 3 أشهر منتظرين هذا الموكب، نشوف ونرجع. الحقيقة
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. وأخيرا الحدث اللي بينتظره العالم، هذا الموكب الملكي اللي بقالنا يمكن إيه 3 أشهر منتظرينه سيادة الوزير. لا أنا مستنيه بقالي عشرات السنين من ساعة لما كنت طفل وبشوف مومية رمسيس في مستقبل في باريس سنة 1976 وطلع لها وزراء والحرس الجمهوري في فرنسا وعملوا لها سجاد أحمر على الطيارة وضربوا لها نار احتراما لوصول رئيس مصري. فدارت الأيام وأنا حنقل 22 مومياء وأنا المسؤول عن الآثار، وقلت إن إحنا لازم ننقل بموكب مهيب يليق ب 22 شخصية هم اللي عملوا الحضارة المصرية وهم اللي عملوا تميز الدولة المصرية عن كل دول العالم بالحضارة العظيمة دي، فهم أصحاب فضل علينا لغايه النهارده. حتى كوزير سياحه بقول كده، مش وزير اثار بس، الناس بتيجي مصر عشان اللي الناس دول عملوه. هذه المومياوات ال 22 قول لنا بعض المعلومات عنهم، يعني هل هم ينتموا لاسره واحده من اسر مختلفه، رجال ونساء؟ يعني كلمنا عن هذه، عن الملوك والملكات اللي هتنقلوهم. دول بشكل اساسي ملوك الدوله الحديثه، اعظم فترات الحضاره المصريه القديمه. الملوك دي هم 22 مومياء جايين بشكل اساسي من خبيئتين، خبيئه الدير البحري هي مقبره رقم 320 جنب معبد الدير البحري في الاقصر في غرب الاقصر، ومجموعه اخرى مكتشفه مقبره امنحتب الثاني المقبره رقم 35 في وادي الملوك. دول حوالي 20 مومياء تم اكتشافهم في المقبرتين دول. هم 4 سيدات منهم الملكه حتشبسوت والملكه احمس نفرتاري ام الملكه امنحتب الاول، فيهم المومياء بتاعه قنن رع هو اللي بدا حرب الهكسوس وبدا طرد الهكسوس، وفيهم موميه ابنه احمس اللي طرد الهكسوس. فطبعا كلهم ملوك تحتمس الاول الثاني الثالث الرابع، امنحتب الاول الثاني الثالث الرابع، سيتي الاول رمسيس الثاني، كلهم اشهر ملوك مصر الدوله الحديثه. الحدث ده العالم كله بينتظره، وده احنا رساله ان احنا بنوري ان احنا ازاي بنحترم تاريخنا، وان احنا لما بننقل مومياوات هننقلها بطريقه لائقه جدا. موكب العالم كله هيتابعه، هيكون يوم سبت، واحنا اخترنا يوم السبت عشان يكون ويك اند في العالم كله بحيث العالم كله هيتابعه. فاحنا بندعو الجميع من كل دول العالم ان هم يعني يتابعونا كلهم على شاشات التلفزيون. احنا هنذاع ان شاء الله في كل دول العالم، عندنا طلبات اكثر من 200 قناه اجنبيه طلبوا لغايه دلوقتي التصوير على الهواء. قبل ما اتكلم عن الموكب، هذه المومياوات يعني ده النقل الاول لا او النقل الثاني، يعني هم نقلوا من الخبيئه من وقت الاكتشاف حتى للمتحف على طول، دي اول مره مظبوط؟ كانوا اتنقلوا في منهم حاجات على المتحف على طول، في ناس جراحت اماكن ثانيه قبل نقلها المتحف المصري بالتحرير، ولكن هو اللي اكيد ان شاء الله هو النقل الاخير. ده النقل الأخير. وهم لما كانوا بدأوا يعملوا المتحف المصري الكبير قالوا مجموعة توت عنخ آمون هتروح فيه، والمومياوات هتكون نقطة الجذب للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بحيث نخلي السائح اللي جاي مصر قدامه توت عنخ آمون في المتحف الكبير، قدامه المومياوات في المتحف القومي للحضارة المصرية، وقدامه القطع الرئيسية اللي هي إخناتون وحتشبسوت و خفرع ومنكورع، كل ده هيفضل في المتحف المصري بالتحرير، بحيث نطول فترة الإقامة ونخلي الناس تقدر تتمتع بآثارنا، لأن متحف التحرير طبعًا أصبح مكدس بالآثار، فإحنا هدفنا إحنا نفرد 3 متاحف، وإن شاء الله يوم الموكب بإذن الله هيتم افتتاح القاعة المركزية للمتحف القومي للحضارة المصرية، وهو متاح للجمهور للزيارة من يوم 4 أبريل إن شاء الله، ولكن لن يستطيع الجمهور يوم 4 أبريل زيارة المومياوات. المومياوات هيتم نقلها يوم 3 أبريل، زملائي الأثريين هيشتغلوا عليهم لمدة 15 يوم تجهيز عشان يدخلوا القاعة، فإن شاء الله يوم 18 أبريل يقدر يشوف المومياوات داخل قاعتها الجديدة في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. التأمين بقى، يعني هل نقل المومياوات ده سيادة الوزير، يعني أولا الموميا دي محطوطة مثلا أصلا في يعني حاجة عشان الهواء والبكتيريا وال يعني ما تفسدهاش، فهل نقلها؟ وأنا شفت أساسا الأماكن اللي هيتم نقلها، حضرتك كنت يعني تكرمت إنك وريتنا هذه الأماكن اللي هيتم نقلهم إليها، فهل النقل التأمين بقى هيبقى شكله إيه؟ تأمين إنه المومياوات تكون بسلامة تصل إلى موقعها؟ التأمين مزدوج،
تأمين أثري من خلال المرممين والدكاترة زميلاتي وزملائي وأساتذة الجامعات اللي بيشتغلوا معانا عشان ننقلهم بطريقة آمنة سواء من الإعداد قبل النقل أو أثناء النقل من عربيات من السوست اللي محطوطة عشان ما يحصلهمش أي اهتزازات من الباكينج اللي بتعمل بطريقة محترفة جدا فدي بطمن حضرتك بنسبة 100% احنا شغالين بقالنا أكثر من سنة ونص تاني تأمين الموكب نفسه إن الموكب ده احنا عايزين نوري العالم كله إن احنا دولة متحضرة دولة متقدمة دولة بتحترم ملوكها وهم ماشيين في الشوارع فطبعا هيكون في تأمين على الموكب نفسه بحيث ان حضرتك عارف طبعا العالم كله بيتفرج علينا طبعا فما فيش اي مجال لاي هفوه ممكن تحصل وانا طبعا جميع اجهزه الدوله بتشتغل معانا على تامين الموكب هدفنا نوري القاهره في ثوبها الجديد نوري المومياوات وهي خارجه من متحف التحرير وننور الميدان ونزيح الستار عن المسله ونزيح الخشب عن الاربع كباش وننور عمارات التحرير بعد ما تنورت وننور مجمع التحرير ونوري اللاندسكيب الجميل نوري النيل بتاعنا الجميل بالليل ونوصل عند بحيره عين الصيره اللي كلنا كنا فاكرين شكلها من ايه من سنه واصبح شكلها ايه النهارده هي رساله للعالم كله وانا اتوقع ان شاء الله يعني هيعمل ترويج سياحي وثقافي كبير جدا للدوله المصريه. ده معناه ان النقل هيكون بالليل يعني بعد احنا هنعلن عن التوقيت قريب جدا. بحاول اخد خبر بصراحه. ناخد خبر خلاص ناخد خبر ان شاء الله احنا هدفنا ان احنا نوري جمال القاهره في ثوبها الجديد ولسه ان شاء الله هنكمل شغل على القاهره انا عارف ان حضرتك مهتمه جدا بملف القاهره التاريخيه. نعم. حضرتك شفتي الزياره المهمه جدا لدوله رئيس مجلس الوزراء عملها من اسبوعين وان شاء الله يعني هنضخ مبالغ كبيرة جدا للحفاظ على الآثار في القاهرة التاريخية للحفاظ على الحرف التقليدية اللي موجودة في القاهرة التاريخية وإن شاء الله بإذن الله زي كل دول العالم قريب جدا هنبدأ نلاقي أماكن حرف وأماكن مطاعم تحترم البيئة الأثرية هنلاقي في القلعة وهنلاقي في القاهرة التاريخية وهنلاقي في الهرم وهنلاقي في قصر باران حاجات كلها تراثية تحترم وتكمل من تجربة السائح في المنطقة الأثرية وفي المتحف الموكب ده بالنسبة لي أنا مستنيه من سنوات طويلة قوي كنت بقول إحنا ليه ما نعملش كده لما يجي ننقل فما كنتش أعرف إن هبقى أنا المسؤول عن تنظيم الفعالية دي فطبعا لما قالوا لي هننقل المومياوات لا استنوا بقى دي ما تتنقلش في عربيات حدث كده يتنقلوا وخلاص لا دول ملوك مصر لازم موكب مهيب وإن شاء الله هيكون حضور من داخل وخارج مصر عالي المستوى بإذن الله تكون حاجة لائقة جدا أنا بقول لحضرتك أنا ما أعرفش واحد أجنبي من ساعة لما أعلننا يوم الخميس لغاية النهاردة غير لما بيقول لي إحنا نتابع على إيه ونشوف نتابع على إيه كل حاجة مدروسة اللوجو اللي معمول الجعران بجناحات وبأشعة الشمس بالألوان كل حاجة كحلي في ذهبي زي سعنخ أمون كل حاجة مدروسة اللبس مدروس الأغاني اللي هتتغنى يوميها اللي بيتقال ورا المغنيين الكورال مدروس ومدروس من الحضارة المصرية القديمة شغل بنتكلم في مئات الأشخاص شاركوا في إعداده ومئات الأشخاص هيشاركوا في إخراجه إن شاء الله يعني أكيد ده مشهد كلنا هنتفرج عليه كلنا هننقله وأكيد هنغطيه طبعا هنا وكل العالم هيغطيه لازم أسأل حضرتك عن السياحة في زيارة لممثلي كبار شركات المنظمة للرحلات الإيطالية وصلوا القاهرة اليوم فالمتوقع إيه هدف الزيارة سيادة الوزير؟ أنا شرفت بمقابلتهم امبارح قعدنا لقاء مطول يمكن أكثر من ساعتين في شرم الشيخ كنت رحت امبارح وقعدت معاهم هم حريصين جدا على استئناف السياحة من إيطاليا إلى مصر ده طبعا إيطاليا هتربطنا بها علاقات متميزة على مدار آلاف السنين وليس مئات السنين هم من الدول السياحية الأسواق المصدرة الرئيسية هم دلوقتي الحظر عندهم مش على مصر هو الحظر من الخروج من إيطاليا أصلا ودي إن احنا عارفة إن احنا تلتين سياحة مصر تيجي من أوروبا وأوروبا هي نفسها قافلة مش ضد مصر لكن قافلة الخروج أصلا فده اللي مأثر على السياحة عندنا لكن هم طبعا جم وشافوا المنتجعات عندنا هم نفسهم يشتغلوا بكرة ويمكن حتى طلبوا مني قالوا لي احنا بنوصي انك بتتواصل مع الحكومة الإيطالية بتقول لهم توريهم التجهيزات اللي احنا شفناها قلت لهم بنوصل بالفعل فهي طبعا قرار سياسي كل دولة منتظرة الوقت طبعا حضرتك عارفة ان الدول كلها لما هتبقى عاوزة تفتح هتفتح داخلي الأول عشان عايزة فلوس تفضل جواها يعني انا ما افتكرش ان الدوله تفتح مره واحده يلا افتحوا اطلعوا افتحوا كلكم بره فبالتالي هيبقى قرارات سياسيه الفتره دي
يعني نتمنى طبعا، العالم كله متأثر بالكورونا، نتمنى يمكن مع الفاكسين مع انتشار اللقاحات ان الدنيا تبتدي تفتح قليلا، وكلنا طبعا هننتظر الحدث الأعظم في 3 والمهم جنيه. كمان يا لميس هانم ان احنا الأعداد عندنا بتزيد الحمد لله في السياحة. يعني احنا كل شهر أكتر من اللي قبله، حتى لو هي أرقام لا زالت بعيدة جدا عن أرقامنا الطبيعية، ولكن إنها بتزيد ولو ب 15 20 25% كل شهر أكتر من اللي قبله، أنا شايف إنها ده مؤشر إيجابي، معناه إن إحنا إجراءاتنا منضبطة وسمعتنا كمقصد سياحي ملتزم ومحترم. يعني تقريبا عندنا متوسط قد إيه يا سيادة الوزير؟ إحنا تخطينا ال 10,000 سائح يوميا دلوقتي. في الشهر؟ في اليوم. في اليوم؟ طب ده هايل، طب كويس قوي إن ده تعدى. بس الطبيعي بتاعنا كان 40,000. يعني في الوضع اللي إحنا فيه هنا يعني يعتبر برضه يعني صحيح طبعا يعني، بس يعني برضه يعتبر كويس. وحضرتك إحنا ما قفلناش بعد ما فتحنا. الحمد لله معظم الدول في دول كتيره قفلت، فرنسا قفلت، دول كتيره ابتدت تقفل فعلا. انا لا بشكرك، احنا الحمد لله المقاصد امنه يعني الحمد لله. الحمد لله بشكرك سياده الوزير دكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار، كلنا منتظرين هذا المشهد. خلونا نشوف تاني هذا الاعلان عن موكب الملوك والملكات المصريين الذين سينقلوا النقل الاخير من متحف التحرير الى متحف الحضارة في الفسطاط.